تحتاج الأعمال المشتركة إلى الثقة بين الشركاء، ومن أكثر ما يقتل الثقة أن يشعر الشركاء أن فيهم من يريد أن يستغل العمل المشترك أو يمتطيه لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية تناقض أهداف العمل المشترك. نستطيع أن نعمل مع من نختلف معهم عندما يكونون صادقين، ولا نستطيع التعامل مع المقربين منا حين يكونون مراوغين. يميل الناس عموما إلى المجاملة والمداراة في علاقاتهم الاجتماعية، وهذا مفهوم. أما في العمل المشترك فلا بد أن تبنى الأمور على الصراحة والمكاشفة. لن يقبل الناس على مشروع مشترك يرون أنه لا ينصفهم. ومن البديهي أن نذكر أن العدل لا يعني مساواة، بل قد تكون المساواة ظلما. عندما يشترك الناس في عمل يفترضون أن قراراتهم ستنبع منهم، فإذا تبين لهم أن هناك من يرهن قراره لجهة خارج الشراكة، أو حين تحاول جهة خارجية أن تفرض قراراتها على الشراكة، ينفض الناس عنها، لأن الناس لا تريد أن تكون صورة، ولا تريد أن تدار من الخلف، أو يتحكم فيها عن بعد.